تقول عائشة كان النبي جالسا وقد حسر عن شيء من فخذه، فطرق الباب أبو بكر، قال من؟ قال أبو بكر. تقول عائشة فدخل أبو بكر والنبي على هيئته، ما قام عليه الصلاة والسلام، صاحبه، فدخل يحدثه. تقول ثم طرق الباب آخر، قال من؟ قال عمر. فدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي على هيئته، ولزال النبي يحدثه وهو على هيئته. ثم الثالث قال من؟ قال عثمان. تقول عائشة فاعتزل النبي وأنزل ثوبه، فقالت له يا رسول الله لم يعني تعتدل لما دخل أبو بكر وعمر، واعتدلت لما دخل عثمان؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ملائكة الرحمن، ملائكة الله، التي بعضها بصيحة دمر أمة من الأمم، التي بعضها بجناح قلب قرية بأجمعها، التي بعضها تحمل العرش، تستحي ممن؟ تستحي من عثمان بن عفان. وفي رواية قال النبي لما سألته عائشة قال خشيت، قال خشيت أن إن أذنت له وأنا على تلك الحال، يعني وأنا كاشف عن شيء من فخذي وجالس، قال ألا يطلبني حاجته. يعرف عثمان، عثمان يستحي، بل كان عثمان من شدة حيائه يقول عن نفسه ما اغتسل يوما من الأيام وقد نزع إزاره، يغتسل وإزاره عليه من شدة حيائه، يقول أعلم أن الله ينظر إليه كيف أتكشف. هذا عثمان. يقول النبي يوم أشد أمتي حياء عثمان بن عفان، الحياء لا يأتي إلا بخير، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. والله الدنيا ما فيها خير إذا الإنسان ما يستحي، ولهذا كما جاء في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عثمان عجيب، عثمان يروى عنه أنه كان يقوم الليل بالقرآن كله، هل تصدق؟ بل يقولون ختم القرآن كله بالليل بركعة. فاستنكر عليه رجل قال يا أمير يا عثمان يا أبا عبد الله ختمت بركعة؟ ما صليت ركعة ثانية؟ قال إنما هي وتري، ختم القرآن بالوتر. من؟ إنه عثمان بن عفان. يقوم الليل عنده خدم، ما يوقظ أحد من الخدم يساعده بالوضوء، فيقولون لو يعاتبون أهله هل أيقظت أحد من الخدم يعينك على الوضوء؟ يقول لا، الليل لهم يستريحون فيه، الليل لهم يستريحون فيه. قال ابن عمر أنزل الله في عثمان أمن هو قانت آناء الليل. انظر إلى ليل المسلمين اليوم وليل عثمان، ليل عثمان قرآن وبكاء وصلاة وسجود وركوع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة. نزلت في عثمان. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. يقول لأصحابه يوما قال والله لو طهرت قلوبنا، لو قلوبنا طاهرة ما شبعنا من كلام الله. الذي يختم القرآن بليلة يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. أما الناس اليوم كأنه وقعت فينا الشكوى، فقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كأن الناس اليوم لا يبالون بالقرآن، ينتظر رمضان حتى يختم، فقط لا يختم إلا في رمضان. أين هو من القرآن؟ عثمان سوف ترون كيف ختمت حياة عثمان. ليله قرآن، نهاره صيام، لسانه رطب بذكر الله.